السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نفعل الباشل على الويندوز. إحنا قلنا في الفيديو اللي فات إنه نظام تشغيل ويندوز مش بينيبل أو مش بيبقى موجود أو متفعل بيه الباشل، علشان كده إحنا إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي نفعل الباشل على أوبريتنج سيستم من ويندوز. الطريقة بسيطة جدا، احنا هنتوجه للرابط ده واللي من خلاله هنستطيع ان احنا نعمل داونلود للتول اللي هتمكنني اني اشتغل على الباشل عن طريق الاوبريتنج سيستم من ويندوز. بعد ما هنتوجه للرابط هنضغط على الويندوز جي ايز، ومن هنا هنضغط على داونلود، وبعدين نختار نظام تشغيل ويندوز، نبدأ نحفظ الملف. هنبدأ نعمل عملية انستول عادية جدا. هنبدأ بالخطوات. هنا ممكن إن إحنا نحدد الفولدر اللي هيبقى فيه التولز، إحنا ممكن نعمل له كاستمايز أو نخليه في الديفولت باث اللي بينزل عليه دايركتلي. هنخليه طبعا هنا مش مغير أي حاجة. هيبدأ يعمل عملية انستليشن على الاوبريتنج سيستم ويندوز. اوكي، هو كده خلص عملية التثبيت على نظام التشغيل. انا ممكن افعل الخيار ده علشان ابدأ لانش او ابدأ تشغيل الاداة بتاعتي. دي الواجهة بتاع الباش، زي ما احنا شايفين ممكن يكون شبيهة جدا بالكوماند لاين. هي اصلا بالفعل كوماند لاين، هي الاصل ان ممكن تكون شبيهة بالسي ام دي بتاعي العادي جدا. هنا من هنا ممكن برضو ان يعني اعمل خيارات اللي هي اكبر الخط او اغير الباك جراوند اللون بتاعها زي ما كنا بنتعامل تماما مع الدوس. ممكن من هنا أكبر الخط شوية. أعتقد كده هيبقى مناسب تماما. الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ نتعرف على أول أمر أو نتعرف على بعض الأوامر الخاصة بالباشل. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.